مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه والشكر لحضرتك، والشكر ايضا موصول لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه اللي حصل في المؤتمر بقى احكي لنا. يعني خلينا يعني نقاط مهمه جدا نتكلم فيها مستر ريني فايلر، سئل عن المباراه رايه في المباراه ايه والرؤيه الفنيه ليه في هذا اللقاء، قال احنا سيطرنا من البدايه للنهايه في هذا اللقاء، واعتقد ان الهدف المبكر اللي احنا احرزناه سهل علينا اللقاء. سئل عن مشاركه احمد فتحي في مركز الجناح، قال انا عندي غيابات في هذا المركز واضطريت ان انا ادفع باحمد فتحي في هذا المركز لمعالجه النقص العددي والغياب في هذا المركز. سئل ايضا عن حسين الشحات وتقييمه لمشاركه حسين الشحات، قال انا كنت سعيد جدا بمشاركه حسين الشحات لكن ما اقدرش اقيمه بعد الفتره الطويله اللي كان غايب عنها ولا الدقائق القليله اللي لعب فيها. الموضوع الثاني الاهم اللي سال فيه مستر ريني فايلر عن الشائعات اللي بتتقال على رحيل مستر ريني فايلر عن النادي الاهلي. الراجل قال ان مثل هذه الامور ما ينفعش ان انا اناقشها في المؤتمرات الصحفيه، واعتقد الامور الخاصه بمستقبلي والتعاقد عقدي مع النادي الاهلي دي امور خاصه ما بيني وما بين مجلس اداره النادي الاهلي وتناقش فقط مع مجلس اداره النادي الاهلي، لكن انا من حقي ان انا يعني اخذ اجازه واروح ازور ولادي واشوف اسرتي علشان اطمن عليهم يعني بظل وباء الكورونا المنتشر، اكيد عندي بعض القلق عليهم، لكن انا تركيزي منصب حاليا على المباريات، تركيزي منصب على اللاعبين، ان انا اجهز اللاعبين لاستكمال المشوار المحلي وايضا استكمال المشوار الافريقي. انا سعيد النهارده. السؤال هنا، السؤال يا فاروق لو سمحت، هو بيقول ان هو مستر فايلر بيقول ان هو عايز اجازه بعد البطوله الافريقيه، ولا اجازه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ لا هو ما حددهاش يا كابتن ايمن، هل في الوقت الحالي ولا بعد البطوله الافريقيه؟ هو قال يعني انا جماعه يعني هو السؤال يعني جاوب عليه بعض ضغط شويه من بعض الصحفيين، هو قال الامور الشخصيه انا ما بحبش اتكلم فيها في المؤتمرات الصحفيه، واعتقد ان هي تبقى بيني وبين اداره النادي الاهلي، لكن انا عايز اطلب اجازه بحيث ان انا اطمن على اولادي واطمن على اسرتي، لكن ما حددهاش يا كابتن ايمن هل في الفتره الحاليه او بعد البطوله الافريقيه. ايوه فاروق، ولكن ما حدش ساله ان انت عايز الاجازه امتى، لان احنا في المرحله اللي جايه داخلين على معمعه جامده جدا، يعني كل ثلاث ايام ماتش، وكمان 10 ايام في مباراه افريقيا، وكمان اسبوعين اقل من 3 اسابيع يمكن تقريبا. بالظبط يا كابتن ايمن، هو يعني حتى مستر ريني فايلر لما اجاب على هذا الامر يعني سئل اكثر من مره بخصوص هذا الامر، قال لهم يا جماعه قال لهم انا يعني مش عايز ان انا ازيد في هذا الامر، لان انا تركيزي دلوقتي مع اللاعبين، تركيزي مع المشوار الافريقي، تركيزي مع المشوار المحلي. وقال نقطه في غايه الاهميه يا كابتن ايمن، قال لما انا سافرت اول مره واداره النادي الاهلي سمحت لي ان انا اسافر وسط 10 اشخاص في مصر، كان في 9 بيقولوا ان انا مش جاي او ان انا مش راجع. أيوة. في الوقت اللي انا بكلمكم فيه وانا موجود هنا في مصر، يعني انا الناس قالت من يعني 9 من يعني بين 10 اشخاص قالوا ان انا مش راجع، بالعكس ده انا رجعت وكنت موجود. انا مش عايز اكون جزء من الشائعات اللي بتتقال في مصر، وانا شايف ان في اشاعات كتير بتتعلق مرتبطه بيا، انا اعتقد ان انا مش طرف في هذه الاشاعات وهذا الكلام اللي بيثار. كل تركيزي دلوقتي مع اللاعبين في استكمال المشوار المحلي، يعني انا حريص جدا يا كابتن ايمن ان انا اقول لحضرتك الكلام بالنص اللي قاله مستر ريني فايلر. ايوه. قال ان انا حريص وتركيزي مع اللاعبين في المباريات فقط في استكمال المشوار المحلي وايضا تجهيز اللاعبين للبطوله الافريقيه. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا الزميل العزيز فاروق صلاح. طيب